أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على سيد الخلق وأشرفهم محمد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. أول شيء جزاكم الله خير، وربي يعطيكم الصحة والعافية ويبارك في أوقاتكم وساعاتكم وأيامكم، وأثابكم ربي في هذه الأيام الفضليات المباركات بالجزيل من العطاء والحسنى والخيرات يا رب العالمين. وأخص بالشكر سراج المؤمنات، جماعة سراج المؤمنات، على هذه الدعوة الطيبة. سأل الله تعالى إن شاء الله ما تكونوا قاعدين متعنيين على الفاضي إن شاء الله. سأل الله تعالى يعني كذا أنه بإذن الله تعالى يعني تخرجوا بفائدة إن شاء الله. ولكن كالعادة حبيباتي، ترى أنا في عادة في محاضراتي ما أبغى ناس نايمة. إنزين، ما نبنيها. نحن في أيام حركة، وفي أيام سعي، وفي أيام طواف، وفي أيام دعاء. فالمفروض إنه ما نكون شوية يعني كذا هادئين، عتكون دانات. إنزين، إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربي يعطيكم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله، طبعاً العنوان يمكن أنا سبق وعملت محاضرة بعنوان حين تحج الروح، لكنه الموضوعين مختلفين، يعني اللي هتناوله اليوم إن شاء الله مختلف عن السابق. بتلقيوا فيه أيضاً يعني إذا حابين تعرفوا جزء آخر يتعلق بالحج إن شاء الله تجدوه في القناة الأخوات من سراج المؤمنات إن شاء الله ما يقصرن. عاد أنا ما أعرف هين سراج المؤمنات، ما أعرف، لكن أعتبر كنكلكن فما أعرف يعني أي حد، لأنه اللي منسقين مع المنسقة، فما أعرف حقيقة، لكن ربما تطلع عرفها وأنا ما عندي خبر. صار أسويها أنا أنا مغيبة. أم إبراهيم، حياك الله أم إبراهيم، وجزاك الله خير، ربي يسعدك يا رب ويبارك فيك. طيب، الله أكبر، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا أخواتي الغاليات، كما قلت لكم، إذا حابين إنه الموضوع، في موضوع آخر أيضا تكلمت فيه في الحج، لكنه اليوم راح أتكلم بشكل آخر أيضا ومختلف. ما نحب إن احنا نكرر المواضيع، وإن شاء الله يا ربي ما يكون الموضوع مكرر بالنسبة لكم. وإن شاء الله أيضا كما قلت لكم تخرجوا بمعلومات أو على الأقل بمعارف إن شاء الله تعينكم في هذه الأيام المباركات. حين تحج الروح، الله سبحانه وتعالى لما أذن للناس بالحج، الله تعالى ما يأمر ولا يكلف الإنسان بشيء معين إلا والله تعالى يريد خيرا لهذا الإنسان. لكن العيب هين موجود، العيب فينا إحنا. لماذا؟ لأننا نؤدي العبادات دون أن نفهم لماذا نؤديها. يعني نؤدي الصيام ولا نعرف لماذا نصوم، نؤدي الصلاة ولا نعرف أصلا لماذا نصلي. وقد يقال لنا بعض المقاصد، ولكنها في واقع الأمر ما زالت مقاصد سطحية، ما تخبرنا الحقيقة ليش إحنا أصلا نحج، ولماذا هذه الأيام نحرص. ورسول الله عليه وسلم يأمرنا بأنه إحنا هذه الأيام ما نفرط فيها. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم التفريط في هذه الأيام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أكيد في حكمة. فلا يأمر الله تعالى بشيء إلا والله تعالى اعرفوا أن وضع فيه حكمة، وأن هذه الحكمة أولها مصلحتك أنت أيها الإنسان، مصلحتنا. فأبشروا بالخير في هذه الأيام. عندما يأمرك الله تعالى بأمر في إنه في هذه الأيام ما تفرطوا فيهم، حين قال والفجر وليال عشر، عرفوا إنه في قصة، الموضوع في قصة وفي هدف وفي غاية. وإن شاء الله اليوم هنتعرف على هذه الأهداف والمقاصد بإذن الله تعالى. هناك ثلاث مقاصد
أساسية للحج. ولكن قبل ما أتكلم أنا حاب يقول لي لماذا هذه الأيام هن عند الله من أفضل الأيام وربما من خير ما قد يعيشه الإنسان. أعطوني مقاصد كذا، ليش هذه الأيام واجد مهمة؟ ها؟ القسم ما يسوى القسم، يعني لأن الله أقسم فيهن إذن هن مهمات. طب ليش الله أقسم فيهن أصلا؟ يعني أجبت الجد الماء بعد الجد الماء بالماء. ها ليش في رأيكم؟ ما القصد؟ شوف لما أقولكم ما القصد يعني مو الهدف مو الغاية من إنه إحنا نتعبد في هذه الأيام. للتطهير مثلا، للتطهير بعد ها مضاعفة الأجور تقربا. لا تعرفوا لما واحدة تقول مضاعفة الأجور كأنه العملية عندنا تجارة، ترى ما هكذا يعامل الله تعالى. يعني لما يكون هدفي إنه أنا أملأ الميزان فقط، اعرفي إن الله تعالى كريم يملأ ميزانك من أقل عمل، فياريت ما يكون هو ذا هدفنا الأسمى. لأنه هدف بصراحة عبارة عن إيش؟ كأنه واحد يقول أنا هعمل صدقات وأشوف كم خزنت، أنا أقرأ القرآن وأشوف كم أجر الله تعالى أعطاني. هذا على فكرة هذا أقل حاجة ممكن يفكر فيها المؤمن. فما تخلوا تفكيركم هو الأجور، لأنه الأجر واقع واقع، يعني هيحصل، ما تخافي من هذا الشيء، لأن الله تعالى لا يظلم أحد. فما يكون هو ذا هدفنا، في شيء أهم. واحدة قالت التطهير ممتاز، بعد تقوى الله ممتاز، التقرب إلى الله تعالى بعد لعلكم تشكرون ممتاز، بعد ها أحد غير عنده؟ تلبية لنداء سيدنا إبراهيم. لماذا ألبي نداء سيدنا إبراهيم؟ لأنها الأيام الأخيرة. نعم كأنش قربتي أصلا، قربتي أنت تحومين على الإجابة. عاد هذا بويحوم 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 بعدش ما وصلت النص، لكن قالت تحومي يعني لا بأس. هذه حلوة، الفكرة حلوة. قالت لأنه هي آخر الأيام، أو خلينا نقول آخر العبادات والتكاليف اللي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن الله تعالى يريد أن يعني يقولنا إنه جميل إنه هذا إيش النهاية هذه يتم ماله تعظيمها، صح؟ بس هي قالت شيء في الآية اليوم، إذا مو الهدف التمام، الهدف التمام. ولاحظوا لا يمكن أن يكون التمام إلا في النهايات، ما إحنا في الشهر الأخير في العام الهجري، فلا يمكن أن يكون التمام إلا في النهايات. فإذا واحدة من المقاصد تمام أعمالك، أن تتم أعمالك، فالله تعالى لا يقبل إلا الأعمال أتمها. طيب أنا في العشر هذيلة كيف أتمم أعمالي؟ ما أنا مخبص طول السنة، أنا مخبص تخبيص، عشان كذا هي فرصة. هذه واحدة من الأشياء اللي بتضيع. هتقول يا ريتني ما تكلمت. لا 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 بالعكس، أنا أمزح معش. أنا أقصد إيش؟ أحياناً يأخذنا الحماس تأخذنا العجلة ونعق أي كلام. فهمتوني الفكرة كيف؟ أحياناً الحماس يأخذنا فنجيب، يلا هي كلمة ونجاوب، يلا حماس خلونا نجاوب ونعق. لكنه أحياناً العجلة توقعنا ماله في الأخطاء. فلا بأس لا بأس، بالعكس أنا أحييكي، أنت حبيبة قلبي، أنا أحب الناس الحماس أصلاً.
هذول اللي جلسوا في المقدمة هم الشجعان، هم أهل السبق بإذن الله تعالى. طيب رقم واحد، أصلا في التمام هناك ثلاثة أمور الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعملها ونقصدها، ثلاثة أهداف. أول حاجة الهدف هو الوحدة، وحدة الوجهة، وحدة الوجهة يعني إيش؟ أن تكون مخلصا لله، رقم واحد أن تكون مخلصا لله. لا يقبل منك عملا إلا إذا كان خالصا لوجه الله. فالمقصد من ذي الأعمال في ذي الأيام إنك أنت تعمل عملية، تعرفوا لما يعصر الزيتون ويطلعوا العصارة أو الخلاصة، هذا المطلوب منك، يطلعوا منك العصارة، إنه خلال العشرة أيام هذه تخرج منك عصارة الخلاصة، هذه تكون مخلصا لله. ولذلك لو جيتوا تشوفوا كل الحجاج ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، اللي من المغرب، اللي من المشرق، اللي من دول شرق آسيا، اللي من وين، اللي من جايين مثلا من أستراليا، من الجنوب، كلهم رايحين لوين؟ وجهة واحدة، كلهم وجهة واحدة. طيب انت ايضا في مكانك، حتى لو انت ما رايح الحج، ايضا مطلوب منك تحقق هذا المقصد، لانه في ناس تقول حسرتي ما رحت الحج. طب الله تعالى لم يرد لك الحج لظرف ما، لأمر ما، الله تعالى لم يوفقك، هل معناته أنك محروم؟ لا. فإذا الهدف رقم واحد أنه أنا أوحد الوجهة، ونعرف كيف نوحد الوجهة. رقم اثنين تمام السعي، تمام السعي. رقم ثلاثة اللي هو أن تولد من جديد، أن تتجدد، أن تولد من جديد. فهنيئا لمن يصل يوم العيد كيوم ولدته أمه، هذا هو الهدف الأساسي. لكن أنت ما هتنولدي إلا لازم تمر باثنين الأولانيات، توحيد الوجهة، ورقم اثنين تمام السعي. وهنعرف كل واحدة إن شاء الله. واليوم اليوم بنختبر معلوماتكم وبنمتحنكم، إنزين صباشة درجات، لكن بنشوف لأي درجة نحن نعي هذه المقاصد ونفهمها. طيب إذن قلنا هناك ثلاث مقاصد، رقم واحد اللي هو توحيد الوجهة. توحيد الوجهة أي أن كل عمل يبدأ بالله، كل عمل تعمله، لما الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لمن؟ إذن ما في أي عمل تعمله هذه الأيام إلا ويكون الله قصدك. لا تحط في بالش إنه أنا هعمل عمل خير عشان الله تعالى يستجيب لدعائي، هعمل عمل خير عشان الله تعالى يرزقني بيت، هعمل عمل خير عشان الله تعالى يدخلني يجيب لي وظيفة، أنا باغية وظيفة ولا واحدة باغية زوج ولا باغية ذرية، لا يكون هذا هدفك، خلي شوية أعلى، لأن الله تعالى يريدك خالصة له. طيب وحاجاتي يا رب؟ ما تخافي، حاجاتش هتقيش. إذن هي رقم واحد أن تكون لله. فإذا كل عمل لابد أن يبدأ ببسم الله، ببسم الله. ولما نقول بسم الله إيش يعني؟ تحصن، توكلنا على الله، صادق محفظين بي الله يسامح. كل أموري مالها لله، أنا أسويها لله، ولذلك أبتدئ باسمه، أبتدئ باسمه. طيب كلمة باسمي فيها حرف الباء وفيها كلمة سم، صح؟ باء سم، الباء تدل على البدايات، فيعني بدايتي أنا مالها تكون باسمي لا. لما الله تعالى يقول الرحمن الرحيم، أصلا الرحمن الرحيم تدل على ماذا؟ أنا عارف أنه أسماء الله الحسنى، لكن رحمة الله، رحمة الله، تمام تمام جميل غاوي، رحمة الله، ها تدل على ماذا؟ مو يعني رحمة الله، زين
أنا أمشي معكم. إيش يعني رحمة الله؟ سؤال قبل في حد هنا يتابع؟ حد حاضر معي شيء من المحاضرات؟ زين محاضرات معي في المحاضرات مالكم ما تكلمت؟ توذا ما شرحنا؟ ذي الأشياء ما قلناها؟ خسارت ذيك الجلسات وخسارت ذيك الأشياء وخسارت ذاك الأوقات. تقول بعدها تتكلم ها؟ ماذا يعني الرحمن الرحيم؟ شوف الله تعالى دائما يوصي بصلة الرحم، والرحيم والرحمن، الرحمن هو اسم مسؤول عن الخلق، أي يخلق لك بهذا الاسم الله ما يشاء. إنزين، أما الرحيم أي أن تكون موصلا واصلا. فلما تقولي أعمل عملا لله أي أعمل أعمال متواصلة وراء بعض كلها مالها لله، فأنت تكونين رحيمة. يعني عشان تكوني من أهل الله أو تبتدئين بالله كل عمل تعمليه وراء بعض. أنا صحيت الصبح صليت الفجر لله، قريت القرآن لله، دخلت المطبخ أطبخ لأولادي إفطار لله، نظفت بيتي لله، غسلت سيارتي لله، جيت لدرس لله، تعلمت آيات لله، كلها لله. هكذا تكونين رحيمة أو من أهل الرحيم، لأنك تعملين أعمال مالها كلها متواصلة وراء بعض. ولذلك إذا أردت أن تكوني ممن يريد أن تكون أعماله لله يجب أن يوصلها، وأن يوصلها يعني تكون أعمال مالها على طول متواصلة. لمن؟ ما في عمل شوية حال. يعني أنا أسوي فطور اليوم، واحدة تسوي فطور، أسوي فطور عشان زوجي يقول الله أنتي أحلى زوجة في العالم، خربتي على طول، قطعتي الوصل. ليش؟ لأنش باغية تحصلك لمتين غاويات، ولو جاية ومحضرة والزوج وكل وكذا معرفة وقال ما هذا البيض تفل، ها باغت نحى الزوج في الآخر مقلش البيض تفل وانتي فرحانة. لكن لو كنت تعملينه لله لرأيتي، شايفة المدح اللي انتي كنت تنتظريه يجي مضاعف. فكل عمل يكون متواصلا لله، لذلك احرصي على أن تكون وجهتك لله. فعندما يقول الله بسم الله فمعناته ابتدئي بالله. طيب إيش يعني بسم الله؟ السم هذه هين نسمعها في القرآن الكريم؟ سم خياط. إيش يعني سم الخياط؟ الفتحة صح؟ الفتحة تبع الإبرة صح؟ طيب هذه الفتحة للإبرة أنت يوم تبغي تدخل الخيط مو يحتاج الموضوع، يحتاج إلى تركيز. يعني يفترض أعمالش هذه الأيام تكون مركزة فيها من لله. طب ليش يا رب مفروض أكون مركزة؟ سيدة مرة تمام، وبو يمشي سيدة أيوصل صح؟ طيب لأنه أصلا منهج الله سبحانه وتعالى اللي هو الصراط المستقيم، إذا أنت ما مركزة، فرض أنت ما مركزة، هل تبقي على الصراط المستقيم؟ لا، هتروح يمين وشمال. وهذا بنوضحه إن شاء الله بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. بس أول شيء خلونا نركز على جزئية اللي هي تركيز الوجهة، إنه أنا أبدأ ببسم الله يعني كل أعمالي تكون لله تعالى، كل عمل أعمله راح يكون هدفي خلال هذه الأيام لا أريد لا مالا ولا جاها ولا شيئا من أمور الدنيا إلا أريد الله. طيب الآن قبل ما أتوسع في الموضوع خليني بس أول شيء أتكلم عن، وأنا ذكرت هذه سابقا وقلتها في المحاضرة السابقة إذا كان في الأخوات حضرنها، قلنا أن هناك كلمة الحج. والحج ماذا تعني؟ القصد والخروج، تعني القصد. طب عكسها ويش؟ عكس كلمة الحج، عكسنها
كلمة القح، قح صح؟ عكس الحق قح. طب القح إيش صفته؟ بارد. إذا دخلتي في الثلاجة من هين بارد؟ إذا دخلتي في الثلاجة ممتلئ صح؟ ممتلئ بالماء صح ولا لا؟ ممتلئ مكنوز في مكانه. ولذلك الأصل في الحق هو أنني أتحرك حتى ماذا؟ أتخفف. لما تريد تعرفي كلمة اعكسي الكلمة هذه لتعرفي معناها. فكلمة الحج يعني القصد والخروج والتخفف. أما القح اللي عكسها اللي هي الامتلاء الارتواء والسكون مكانها، لأنه جاي في جزء واحد صح؟ إذن معناته أنا عشان أكون من أهل الحق محتاجة أنه إيش؟ أعمل إيش؟ حركة في سعي مطلوب مني. بس هذا السعي لابد أن يكون في صفته التمام، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا أتمها. لا يقبل من الأعمال إلا أتمها. طيب كيف أقدر أتأكد إنه أنا مركزة في وجهتي إلى الله تعالى؟ في مجموعة أشياء لازم أسويها. كيف أتأكد أني أنا مركزة في توجهي لله تعالى؟ رقم واحد الحضور. إيش يعني الحضور؟ تبغوا تعرفوا من الحضور؟ من هنا بينكم تحقق عندها الحضور؟ تبغوا أشيروا إليها؟ ها؟ أيوة حضور، بس حضور شكلي. الأخت حاضرة والأخت حاضرة. حضور شكلي جايبة الدفتر والقلم لكن ما تكتبي شيء، مجهزة السجادة لكن ما جاهزة تصلي، بس هو هذا الحضور الشكلي. زين. إذا رقم واحد اللي هو الحضور. إيش يعني الحضور؟ يعني الاستعداد. أنا عارفة اليوم إنه في محاضرة صح؟ باغي أخرج بالفائدة. لن تخرج بالفائدة وإنت بس جاي تسمع. ليش؟ أنا بقولكم إياها المعلومتين اللي بتاخذوهن بتبقى معاكم 15 دقيقة بعد الخروج. لكن الذي يكتب هتبقى المعلومة عنده فترة أطول، والذي يطبق ما تدافع عن عمرش خلاص راحت عليش، والذي يطبق يستفيد وتبقى معه على طول. فالحضور إيش يعني الحضور هنا؟ طيب يا رب كيف أنا أكون من أهل الحضور في هذه الأيام؟ كلش جاهزة دائما لكل أعمال صالحات أو أعمال الخير، جاهزة للأعمال الصالحات. قالوا لي درس يلا منطلقة، قالوا لي صدقات معاهم في الصدقات، قالوا لي صلوات معاهم في الصلوات، قالوا لي مصابرة جاهزة حال مصابرة، قالوا لي أعمال خير جاهزة لأعمال خير. هذا هو الحضور، أي الاستعداد، مستعدة أنا في هذه الأيام على أهبة الاستعداد سواء كان عندك عذر شرعي أو لا، أنت مستعدة. هذا رقم واحد الحضور. إذن عشان أكون متوجهة لله تعالى أن أكون في أهبة الاستعداد. ليش الحجاج ما يستعدوا؟ يروحوا قالوا لهم خلا الحق، قالوا خلا صار ما رايحين السوق أشيل شنطتي واخطف، لا لابد من استعداد تهيئة. لذلك السؤال أين سجادتك الخاصة بهذه الأيام؟ أين مصباحك الخاص بهذه الأيام؟ أين العطر الذي تتعطرين به في خلواتك مع الله تعالى؟ انزين أين خطتك خلال هذه العشرة أيام؟ جاهزة الخطة ولا ما جاهزة؟ هذا معناته الاستعداد. ليش؟ لأني أنا أعظم، وذلك من يعظم أيوة ذلك من إيش؟ من تقوى القلوب. هكذا التقوى تتحقق بالاستعداد. ما ينفع تقول عنه متقي وهو غير مستعد. ما مجرد بس إنه أنا قالوا لي عشرة أيام بوقع على فؤادي أسوي سويته، لا لا أنا مستعدة وجاهزة لذلك. طيب رقم اثنين التدرب. إذا تبغي تكوني في الله ولله من البداية لابد أن تكوني
متدرجة. إيش يعني؟ يعني إحنا طول الأيام لا صيام مثلا، قراءة القرآن يدوب نقرأ أشياء بسيطة مثلا، يدوب نصلي الصلوات، أجي في العشرة أيام هذه وأسوي من الصبح إلى الليل وأنا جالسة في المحراب، ينفع؟ ما هتكملي أكثر من يوم. لذلك ابدأ الجدول بالتدرج. يعني إيش؟ يعني أول يوم خلينا نقول إحنا في ثالث يوم، رابع يوم يفترض يكون أكثر شوية من ثالث يوم، خامس يوم يكون أكثر من رابع يوم، وهكذا كل شوية مالش تصعدين في العبادات، كل مرة تزيدي. خلينا نقول أول يوم قري ثلاث صفحات من القرآن مثلا، ثاني يوم لا أخليها جزء، ثالث يوم أخليها جزئين، رابع يوم أخليها ثلاثة، حتى أصل إلى تاسع يوم ممكن أقرأ عشرة أجزاء فأكون ختمت قرآن. وضحت الفكرة؟ التدرج. إذن رقم اثنين في التركيز، تركيز وجهتي لله أن أتدرج. رقم ثلاثة أن تكون مستورة. إيش يعني مستورة؟ أي بينك وبينه. أيوة، ما سير فلانة أقول لش أنا اليوم خلصت عشرة أجزاء، أنت كيف فين وصلتي؟ عشان تعرفه أوين، عشان نتنافس. ما يحتاج حبيبتي، الموضوع ما موضوع، هذا بينك وبين الله، ما داخلين في سباق، إحنا كل واحد وحسب إمكانياته. فإذا مستورة، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واستعينوا على قضاء بالكتمان. فلذلك إذا كنت تريدينها خالصة لوجه الله استريها، لا تريدين بها رياء ولا شهرة ولا منافسة ولا حد يقول لي إنه أنا سويت كذا وعملت كذا وما عرفني محققت كذا وأنا من بداية العشر الأوائل وأنا كم مرة شيء أسوي وشوفوني ما حد كماي. لا، إذا فعلت ذلك فانتفى هنا الإخلاص، فتكون بينك وبين الله. رقم أربعة، لابد أن تكون أنا أحب هذه الكلمات بدي كذا فجأة، أن تكون هناك فترة راحة. ها؟ أيوة، فترة راحة. قلنا رقم واحد الحضور، رقم اثنين تدرب، رقم ثلاثة مستورة. شاطرة، تو شاطرة، تو حاضرة صح. رقم أربعة فترة راحة. إيش يعني فترة راحة؟ يعني يا حبيبتي لابد أن تأخذي وأنا على فكرة الكلمات اللي أقول هذه كلها موجودة في عبادة الحق للعلم. ما عندهم المبيت في ميناء؟ ما عندهم المبيت في المزدلفة؟ ليش في رأيكم؟ لذلك لابد أن يتخلل يومك في جدولش، لازم في أوقات ترتاحي فيها، لا تفعلي الأشياء بشكل متواصل. لماذا؟ حتى أتقوى للعبادة. ما أنا باغية عمل يكون بأحسن ما يكون، بأحسن ما يكون. فلذلك في عبادتش خلال يومش أو جدولش اعملي إيش؟ فترة راحة. طيب قلنا تدرج الحضور، التدرج عفوا مستورة، رقم خمسة بعد خمسة ما قلنا هذين، تعرفون قوم موسى اللي اتخذوا العقل؟ تعرفون قوم موسى؟ تعرفون؟ نعرفهم زين زين. موعقلهم انزين. العقل رمزية العجلة. ليش؟ ما كان النبي موسى يتعبد صح؟ عجل إلى ربه فذهب واش يتعبد، فهم ضاق عليهم غيابه، ما راموا ماشي تعليمات، مو يسويوا، راحوا عبدوا فاستعجلوا فعبدوا العقل. فذلك هديوا هديوا. والله إذا في حد مستعجل أنا، لكن اطمئنوا يعني اهدأوا إن شاء الله هنخرج من هنا ومخلصين المحاضرة، لأن الله يحب الأعمال
أتمها اللي تأمينها إن شاء الله صلى الله تعالى تمام ذلك. إذا رقم 5 هي لا تعدد النوايا. إيش يعني؟ وأنا عارفة ذي الصدمة، صدمة، لأنه إحنا دائما ينشر لنا في العبادات إنه عدد النوايا. وتعديد النوايا يعني إنه أنا قلبي 600 مكان. يعني بالله عليكم لما نعدد النوايا، يا ترى أدعو حال وش ولا وش، أعمل لوش ولا وش؟ ليش؟ لأنه أنا حاجات كثيرة، أنا طلباتي كثيرة. طب الله تعالى يقولكم أصلاً وحدي الوجهة، تركيز. هل ينفع أركز وأنا مسوية 600 نية؟ طب واحدة تقول لي زين وحاجاتنا، قلت لك يا حبيبتي أصلاً كل عمل أنت تعمليه عشان نية دنيوية أساساً لا يتم. باختصار لماذا؟ لأنه اللي أصلاً يحقق لش هو من؟ الله تعالى. فإذا هنا الأحسن أتعلق بالذي يخلق لي الشيء ولا بالشيء الذي أريده؟ بالذي يخلق لي الشيء. بالضبط، هي ما تكون عبارة ونحفظها فقط ولكن نفهمها. ولذلك كثرة النوايا يا حبيباتي وغالياتي مالها تشتتك، ما تحقق لش التركيز، ما راح تركزي، ما راح تقدري. ليش؟ على فكرة دائما تجيني بعض الأخوات يقول لي أستاذة يعني يستوي أنا أصلا مثلا باغية أسوي الخلوة الفلانية، هل ينفع أسوي حال يعني أدعي حال والدي وأدعي حالي وأدعي حال جيراني وأدعي حال قبيلتي وأدعي حال معرف من بقيتي؟ الله تعالى يريدك خالصة مخلصة، وانت جالسة همش البيت، الأولاد، والدي ثانوية عامة أبا أفكر فيه، ما يا حبيبتي كل هذه الأشياء الله تعالى يعلمها في قلبك، يعلمها تمام. الله تعالى لا يخفى عليه شيء. أيوة، من شغله ذكري عن مسألتي فليكن هدفك فوق مسألته. هذه هي المشكلة اللي احنا واقعين فيها، عشان كذا ما أقولكم لا يكن هدفكم الأجور، هدفي إنه أنا يا رب إيش عجلت إليك ربي ماله لترضى، هذا هو هدفي، هذه هي غايتي، هذا أنا اللي أريده. أريد يا رب أنا أكون سائرة إليك أنت، أريد أكون مخلصة لك. واعلموا أنه أي عمل لا يكون لله فهو رد لصاحبه، يرد يرد. ولذلك فلتكن النية الله في كل عمل تعمله، في كل عمل أنا أتصدق لله ما بغي شيء، فإن أعطاني لأن الله كريم، وإن رزقني فلأن الله رزاق، ولأن رحمني فلأن الله رحيم. ما تحاتي، ما يقلقك هذا الأمر. رقم 6، نعيد مرة ثانية 5، تدرج الحضور، التدرج، الستر، لا تعدد النوايا، رقم 6 محافظة على الصلاة. ليش مبونش ما محافظة على الصلاة في وقتها؟ رقم 6 هي أن تعرف حدود الله. إيش يعني تعرف حدود الله؟ إيش المفروض لما يحق الإنسان؟ إيش يقول الله تعالى؟ يقول لما يحدث الحق أو تأتي أيام الحق، فلا فسوق لا رفث ولا فسوق. إيش يعني؟ وهذه حدود الله على فكرة. وأيضا اجتنبوا الرجس من الأوثان وقول، يعني الله تعالى يقول لك إنه في هذه الفترة إذا كانت لك عادات سيئة وأفعال سيئة اجتنبيها، لأنش لما تجتنبيها تجتنبيها عشان من؟ هتجتنبيها عشان شيء؟ لا، اجتنبها لله. ولذلك اعرفي، اعرفي حدود الله. طب إيش هي حدود الله؟ اسألي نفسك هذا السؤال، ما الخطأ الذي أنا مستمرة عارفة أنه خطأ ومستمرة أسويه، وخلال هذه الأيام ماله أتركه وأتركه بالتدريج؟ خلينا نقول مثلا واحدة متعودة طول وقتها تكذب، خلينا أكذب ساعتين في اليوم، معلش المتعودة تكذب
واحلى لا فجأة تقولي لها ما تكتب تقولش مارو مارو مارو، صح ولا لا؟ طيب هتقلل اليوم الأول الكذب إلى ساعتين، طول حياة طول يوم هي تكذب، بعدين هتقلله إلى ساعة، إلى ما توصل إلى نهاية اليوم خلاص هي إلى نهاية عفوا العشر مالها تخلصت من عادة الكذب. هذا مثال فقط. نفس الشيء واحدة مثلا متعودة على أنها مثلا صلاة الفجر ما تصليها أو تأخرها، تمام؟ هتقول أنا مثلا إن الصلاة، فلنفرض إن الصلاة أربعة أو ثلاثة وخمسة، يعني أيوة أربعة قصر دقائق، خلاص المرة هذه أنا أصليها خمسة، ما متعودة لكن قالت بصليها خمسة، خلاص قرب الشروق أصلا لكن قالت أصليها خمسة، ما إشكال ما إشكال، تدريب تدرج. بعدين قالت لا بصليها أربعة ونص، بنهض أربعة ونص لحد ما تجي العشرة، وهي إيش؟ خلاص ضبطت الموضوع في وقتها. لذلك إذا أردت شيئا، ما احنا قلنا تدرج، تمام؟ فحتى في حدود الله تعالى لا نتجاوزها ونتدرج عليها حتى نصل إلى إيش؟ إلى اليوم التاسع ماله وإحنا نفذنا الشيء هذا وتجنبنا الشيء اللي إحنا ماله مقصرين فيه. عرفنا الوجهة، كيف نركز الوجهة؟ كيف نركز الوجهة؟ عندنا ستة أمور، ستة أمور: أن تكون من أهل الحضور، أن تكون من أهل التدرج، أن تكون من أهل الستر، أن تكون من أهل الراحة، أن تكون من أهل وحدة النية، أن توحد النية، وأخيرا أن تعرف حدود الله وتلتزم بها. طيب هذه جزئية تركيز الوحدة أو تركيز الوجهة عفوا. رقم اثنين: تمام السعي. إيش تمام السعي؟ يعني أنا خلاص قلت في نفسي إنه يا رب أنا أريد هذه الأيام كلها لك، أي عمل خير أسويه حالك. لكن الإنسان ماله، إيش مشكلته؟ ينسى ولا ما ينسى؟ صح؟ ينسى. وممكن أحياناً إيش يدخل له؟ مو يقف طريقه، يقف طريقه الشيطان، فيصيبه إما بالعقب، إما بالفتور، إما يحبطه. وش يقول له؟ أنت ما منك فائدة أصلاً، أنت مبونك تارك الصلاة، رايح يعني بتبرقها في العشرة أيام، فمو يسوي، يتكسل. ولذلك يقول لك إذا أردت أن تعرف أن هناك تمام لسعيك لابد أن ترى في نفسك شيئين. ما هما؟ كيف أعرف أنه أنا سعيي تام؟ هي طبعا عملية مجاهدة، لكنه في شيئين يتحققوا في القلب. ها؟ السرعة، قلبي مطمئن. أيوة، تبى تعرف أنه أعمالك لله، قلبك مطمئن، ما جالس تراقب، أنا أعملها لله وخلاص متوكل على الله. ولذلك إذا وجدت أنه في قلبك شوية معارك وصراعات، اعرف أنه بعده ما وصلت إلى مرحلة الإخلاص. طيب رقم اثنين: الاستمرارية. لا أشعر بالتثاقل. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. الاستمرارية أني ما أشعر بالتثاقل، وفي نفس الوقت قلبي مطمئن. إذا وجدت في نفسك هذا الأمرين فاعرف أنك سائر بسعيك تمام التمام إلى الله تعالى. طيب أحيانا تأتي أمور كذا وتنغص علينا، تأتي أمور وتنغص علينا، يجي من شيطان. شيطان أصلا اسمه الرجيم، ومن ضمن الأعمال في الحج ماله؟ أها، ترى احنا قلنا لكم كل أعمال الحج إلها هنا في المقابل، فأنت مطلوب منك أن ترجم شيطانك. طب كيف أرجم شيطاني أنا خلال هذه الأيام؟ ها؟ مجاهدة؟ كيف أجاهد نفسي؟ آه،
المشكلة إنه إحنا إيش؟ بعض الأحيان شوفوا كيف تعرف أنك تحت سيطرة الرحيم أو تحت سيطرة الرجيم؟ شوف الفرق بينهما. كيف تعرف أنك تحت سيطرة أو تحت أنه العمل اللي تعمله متحكم فيه لله تعالى والله تعالى يقودك فيه، وبين أنه هذا اللي متحكم فيه الرجيم، شيطان رجيم، وأن الرجيم هو اللي يقودك؟ كيف تعرف؟ قال لك إذا كنت تفعل هذا الشيء وإنت متثاقل ومتغصب، فأعرف أنه الرجيم جالس يلعب في الموضوع. لكن إذا شعرت أنك تذهب إلى الله حبا، فأعرف أنك أخلصت لله تعالى. قال لك احذر من ثلاثة أمور عشان ترقم شيطانك. احذر من ثلاثة أمور: واحد، السوابق، اثنين، الطرائق، ثلاثة، اللواحق. ايش هي؟ عشان يتم العمل تمام السعي، عشان يتحقق تمام السعي، احذر من ثلاثة أمور: شيطانك، سوابق، طوارق أو الطرائق، ولواحق. ايش هي السوابق؟ ذنوبي السابقة. فيبدأ الشيطان مو يقول لي ها فجأة استويت مطوع في العشرة أيام، فجأة وانت لا صلاة ولا عبادة ولا القرآن تفتحه، لا افتحه غصبا عليك. ارقم شيطانك بهذه العبارات: هفتحه. لأن الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. خلاص رقمته ولا ما رقمته؟ رقمته. رقم اثنين: الطوارق أو الطرائق في الطريق وأنا ماشية، خلاص بدأت ورقمته وقلت له ما هتثنيني أنت ذنوبي، ما هتثنيني، أنا مقبلة إن شاء الله على الله ولا يقنط من رحمة الله للقوم الكافر. طيب بديت أمشي، فصار لي إيش؟ لا 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 لا، بديت أفرح بنفسك، عجبني الموضوع. شوف ها عجبني شغلي. أيوة كم قرأت ما شاء الله عليك، كنت مبوني ما أقرأ غير صفحة واحدة وتوصل لي كم يوم، وأنا ثلاثة أجزاء محلاني ومجملني. ها أنتم الفقراء إلى، يا أيها الذين أنتم الفقراء. لذلك تذكر هذه رقم اثنين في الطرائق في الطريق، وانت ساير في الطريق تذكر أن العبادة اللي انت جالس تسويها ما هي إلا توفيق. فإذا رأيت أنه عملك بدأ إيش يكثر الخير، ارقم شيطانك بقولك: الحمد لله الذي وفقني لهذا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. هذه رقمة. رقم ثلاثة: خلصت التسعة أيام، ها دخلنا على اليوم العاشر في العيد، ها مو أسير؟ أقولكم أنا لأول مرة ختمت خلال تسعة أيام ثلاث مرات، وخرجت كم صدقة كل يوم، أخرج 10 ريال الحمد لله، إن شاء الله الحمد لله. في العيد أسوال، في العيد كله راح. ماذا حدث هنا بعد العمل؟ إيش حرقت العمل كله. فهذه اسمها لواحق. فاحذر من ثلاثة أمور يدخل عليها شيطانك، يدخل عليها سوابقك، ذنوبك، حتى لا تمنعك عن الاستمرار أثناء العمل. إياك وأن تعجب بكثرة العمل الذي تقوم به. رقم ثلاثة: وإنت مخلص وتميت التسع وداخل على العيد، إياك وأن ترائي بما فعلت أو تمنن، فلا تبطلوا صدقاتكم ماله بالمن والأذى. ما تبطل الصدقات بالمن والأذى. إذن هكذا يكون تمام العمل، إنه أنا أرقم شيطاني في الثلاثة مواقف. يجي الآن الميلاد والتجديد. رقم ثلاثة: ساعة كم تو عندكم؟ تو تجي ستة بعد، تقول بعدها إحنا عادتو ما شاء الله، يعني عبارك أنه 45 دقيقة تقريباً.
التمام. إيه تمام، ما لازم ساعتين، صار يستوي تمه في ساعة ونص، يستوي تمه في ساعة وربع. عاد وين ما يطبق عليه الدرس. شوفوا أنا أحب الفواكه هذه الجميلة، الفاكهة الجميلة اللي في كل مجلس هي اللي بتبرد على الفؤاد. الله يبرد عليش يا رب ويسعدش دائما وأبدا. الميلاد، طب احنا نعمل لله تعالى ونتوجه لله تعالى ونسعى ونبذل الجهد، وهذه كلها حركة وسعي، لكن لماذا؟ حتى تولد من جديد. فيقول أهل الله، شوفوا ماذا يقولون، مرحبا بالموت. شوفوا مرحبا بالموت، لماذا؟ يا ريت الموت دائما. ليش؟ لأنه بعد الموت ميلاد، يعني بعد الألم في ميلاد. كل إنسان منا مهموم، كل إنسان عنده مشاكل، ما في حد خلي كما يقال، ما في حد خلي. ولكن المشكلة ويش؟ إنه إحنا طول في حياتنا، طول حياتنا أو طول السنة مثلا، في واقع الأمر أنا عايش وكأن هناك حاجز ما بين عقلي وقلبي. يعني إيش؟ يعني المشاكل اللي شاغلتني مخلي قلبي ماله ما مرتاح. ماذا يقول الله في سورة الرحمن؟ مرج بحرين بينهما، قيل ما البحرين؟ عقلك وقلبك. البحرين قالوا لنا النهر والبحر، وما يمتزقوا لأنه هذا الكثافة وما كثافة، لا، كل شيء له رمزية فيك أنت. ليش؟ الرحمن علم خلق، ولذلك كل التفاصيل تعنيك لها رمزية تخصك، تفاصيل الآيات تعنيك. طيب لماذا يا رب بينهم برزخ لا يبغيان؟ قال لك بينهم حاجب. ما هو هذا الحاجب؟ همومك ومشاكلك. الهموم والمشاكل تخليك ما تسمع قلبك أو لا تتبع قلبك. ليش؟ بقولكم إياها مثال بسيط. أنتي أحياناً أنتي عارفة إيش مشكلتش، صح؟ وعارفة مو الحل. قلبش مو يقولش مثلاً، يقولش أنتي عارفة إنه الحل، خلينا نقول مثلاً واحدة تريد الذرية، تريد الذرية مثلاً، وعارفة إنه الحل إيش؟ إنه قرأي سورة البقرة على سبيل المثال، وإن كان الأمر ما بذي البساطة يعني، لكنه قلبها يقول لها قري سورة البقرة، قري سورة البقرة، قلبها يقول لها، بس عقلها ويش؟ ما يقول لها، ما يسمع. إيش يقول لها؟ يعني توعد يوم تقري البقرة يعني بتولدي، وإيش علاقة البقرة؟ فإيش يصير؟ كأنه في حاجز، ما تستمع ولا تنصت، لأنها إيش؟ ما مستوعبة هل ممكن سورة البقرة تحقق لي الأمر هذا؟ هي ما مستوعبة هذا الشيء، فكأنما هناك حاجز، هذا الحاجز لا يجعلها ترى هذا الحل. حتى لو تسمعه بس تسوع مرها ماله، صم بكم عمي، هو هذا صم بكم عمي، قلبها يحدثها. ما يصير أحيانا قلبي شو يقولش؟ لا تسوي الحاجة الفلانية، بس انتي مو تقولي ايه هذا اسمه خوف. طب قلبش أحيانا يقولش مثلا لا تطلع المكان الفلاني، يخبركي ما تسوي الحاجة الفلانية. بعض الأخوات أحياناً تستخير الله تعالى في زواج، فتجد في قلبها قالت يمكن أنا لأني يعني متوترة، ويجيها دائماً ذاك الشعور بالضيق إنه ما توافقي. قالت لا 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 أنا متوترة، وعاد توصلني 40 سنة، يعني أنا مو أنتظر تجيني فرصة غيرها، وكأن الذي يعني خلق هذه الفرصة ما بيخلق غيرها. طب قلبي يقول لها لا. وأحياناً كثير من الأمور، لكنه ماله بين عقولنا وبين إيش؟ قلوبنا حاجز. المشكلة اللي موجودة في العقول ماذا؟ يقولش إن الشيطان إذا أراد أن ويش؟ أن يسيطر عليك، سيطر عليك عبر أفكارك. كيف يعني؟ ولا يسيطر عليك عبر قلبك. لماذا؟ قالش لأنه أصلاً الأفكار، إحنا نقول سلسلة أفكار، إيش فيها السلسلة؟ إدراك
فراغات حلقات صح؟ فهو يحب الفراغات. ولذلك يقيش في عقلش، يقيش مجرد أفكار، ما يقيش في شعورش. خلاص انتهى الأمر. شكله هذا من ذيك البلاد. ما وافقت قاتلش صدقها صدقت خلاص هذه استقالت، لكن شكله مسكين ذيك البلاد. طيب انزين، سؤالي الآن طيب، أنا هذه الفراغات تحتاج إلى ردم، تحتاج إلى إغلاق، حتى ما يكون إيش الشيطان. أيوة، لازم تكون تعمل إيش حصن حتى تولد من جديد. كذلك الأطفال أصلا لما ينولدوا هم أساسا وإيش يسمعوا شيطانهم، إيش يقول لهم؟ يقول لهم هذا خطر، بس هم ما واعيين. ليش؟ لأنهم ما مدركين بعدهم أفكارهم، ما يعرفوا أنه هذا صح وهذا غلط. لكن إحنا أفكارنا هي اللي مسيطرة علينا وهي اللي تحركنا، لكن هم ما يحركهم قلوبهم. ولذلك إذا أردت أن تولد من جديد، انظر إلى أطفالك كيف يتصرفون، هيتحقق الميلاد. ونشوف ذي الأعمال كلها إن شاء الله في أعمال الحق، وكيف إحنا نسويها في حياتنا. بسألك سؤال الآن، تعرفون الغسالات، غسالات الملابس، إنزين، غسالة الملابس هذه في مجموعة من الحركات تصير في غسالة الملابس عشان تنظف لي الملابس. أنا أتكلم عن الغسالة اليدوية، ما أتكلم عن غسالة الأوتوماتيك. بو عندي غسالة أوتوماتيك ما تتفشر وتقولنا ما نبغى رعيات الغسالات الأوتوماتيك، باغيين اللي رعيات الغسالة اليدوية. بو عندها أوتوماتيك تسكت. ما هي الحركة التي تقوم بها الغسالة لحد ما تنظف؟ حركة ويش؟ حركة دوران. ممتاز. بعد وانتي مطلع ملابس مالها من فوق الى تحت، صح؟ تسحبين هي توديهن. قلت لكم ما حد غير رعات الغسالة اليدوية يعرفه، صاحبات الغسالة الذي ما يعرف الا الموضوع. طيب يحطنها، هذه حركة مالها من اسفل، حركة مالها عمودية من الاسفل الى، وانتي جاية من دورة المياه إلى الغسالة، هذه حركة مو نوعها أفقية. طيب هذه ثلاث حركات لابد أن تحدث حتى أنظف الملابس. حركة أفقية أول ما أجيب الملابس، ثم حركة مالها، شفتوا الترتيب؟ أفقية، دوران، عمودية. تعالوا نشوف الحق. سير من بيتي إلى مكة حركة أفقية، سواء كانت فوق ولا تحت لكنها حركة أفقية. ثم نبدأ بماذا؟ طواف، صح ولا لا؟ والسعي، ممكن السعي اللي هي حركة أيضا أفقية. ثم هين نروح؟ تاسع، هين يروحوا؟ عرف ماذا يعني الدعاء، صح؟ ما يوم الدعاء؟ الدعاء ماله حركة مالها من الأرض إلى، هكذا تولد. إذن أصلا عملية التنظيف تحدث إنه لابد أن يكون لك توجه أفقي، حركة دائرية، وحركة. طيب كيف أنا أسوي هذه في حياتي؟ أيوة، كيف أسويها؟ أول شيء حركة التوجه، هذه التوجه إلى الله. إحنا قلنا من البداية الصلاة مثلا هذه توجه إلى الله، هذه حركة أفقية، تمام؟ كم مرة تصلي في اليوم؟ تكرار ولا ما تكرار؟ حركة مكررة، إذن حركة دائرية. تختمينها بماذا؟ حركة مالها؟ رأسية، حركة رأسية عمودية، حركة رأسية أو عمودية. إذن إحنا أصلاً نتحرك ثلاث حركات. طيب أنا كيف؟ ليش محتاجة ذي الثلاث حركات؟ لماذا هذه الثلاث حركات؟ حتى يتحقق التجديد. قال ليش ما بين
عملية أصلاً الولادة. تعالوا نشوف الجنين، بنوصف الولادة الجنين، شوف عشان تعرفوا الثلاث حركات اللي موجودة في الحق هي نفس حركات المرأة لما تحمل، أول ما تحمل وتحمل الجنين ثم ماذا؟ تلد. ثلاث حركات. يكون رحم المرء أرض، المرأة أرض، تمام؟ الأرض هذه مالها؟ طبعا يغرز فيها النطفة، يغرز فيها النطفة، تمام. يكبر الجنين، ماله الجنين في بطن أمه؟ يدور، يدور صح؟ ثم ماذا يخرج؟ بطريقة مالها؟ عكسية. الحركة أيضا عمودية على فكرة. يولد الجنين ولا ما يولد؟ طيب الحركة داخل بطن أمه كيف يتحرك؟ ما دوران؟ حركة دوران. طب أعطيك مثال آخر عشان تعرفوا أن ميلاد أي شيء لابد أن يمر بثلاث حركات، ولذلك الله تعالى لما حط هذه الحركات الثلاث حتى تولد من جديد. عندكم الفخار، ها فكرا فيها، حطيت هاش قبت الطين أول شيء حركة، هذه مالها أفقية، حطيت الطين صح؟ ثم ماذا؟ أصعدوا، ها صح ولا لا؟ وبعدين مرة ثانية وسع حركة أفقية، لاحظوا بعد ذلك يتكون عند الشيء. أيوة، قال لك لا يولد الإنسان، لا يولد الإنسان حتى يأتي بالثلاث حركات هذه. ما هي الثلاث حركات هذه؟ حتى على فكرة أنت لا تبصر، لا تبصر حتى تلمس. كيف يعني تلمس؟ إحنا ما عندنا عينين صح؟ طيب العين هذه أنا لو جيت مثلا على سبيل المثال الثوب مثلا، شايفين الحين هذا اللابتوب صح؟ شايفين اللي هنا، شايفين العرض، شايفين الطول، شايفين اللي ورا؟ عن يكون حد شايف؟ ها؟ انتوا شايفين هنا بس ما شايفين اللي ورا صح؟ انتوا شايفين الطول في العرض. طيب مين اللي يقدر يشوفه من ثلاث جهات؟ مين اللي يقدر يشوفه من ثلاث جهات؟ ها؟ من الأعلى؟ إذا أنا شفته من الأعلى؟ إذا جيت من الأعلى؟ إذا درت داير مدار عليه؟ يعني أنا شفت العرض وشفت الطول وإذا درت داير مدار عليه. طيب ما الشيء اللي بدل ما أنا أدور عليه أقدر أحقق الحركة الدائرية اللي هي إيش؟ اللمس. لذلك سمت اليد بالعين الثالثة، يعني ما يحتاج أدور. إيش معناته اليد؟ اليد تدل على ماذا؟ العمل، على الجهد خلاص. فإذا أنت جهدك. طيب قال ليش أصلاً؟ أول شيء في عملية تكرار صح؟ طيب عملية التكرار هذه وانت سايرة إلى الله تعالى، انتوا على بالكم إنه مناسك الحج ما فيها تعب؟ ولذلك أقول لك عملية الولادة لابد أن يكون فيها مخاطر صح؟ لذلك انت التسعة أيام هذه انت مثلا ما متعودة على شكل معين من العبادات وقالصة تزيدي، فيها ألم ولا ما فيها ألم؟ تجلسي أحيانا طولي الطولي، رجلش تعن، ألم ولا ما ألم؟ لكنه مو الهدف، في ولادة في النهاية، في ولادة، في تطهير. إذا أنا أصبر على الألم. ولذلك قيل أنه إذا تؤدي الثلاث حركات هذه ثم تكررها 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 حتى لو تتألم فاعرف أنه تجي على يوم تاسع تولد من جديد. طب إيش الأعمال اللي أعملها يا رب؟ كل أعمال العبادات، الأعمال الصالحة تتضمن الثلاث حركات. فكروا فيها بتشوفوا أن كل الأعمال فيها الثلاث حركات. لكن اللي يصير أنه ماذا أنت خلال هذه الأيام؟ تكرريها، هتتوقع شوية، هتتعبي. ليش؟ لأنك هتبذلي جهد مختلف عن الإيش؟ الأيام السابقة، لأنه بزيادة. فهذه الزيادة والصبر عليها، ما المرأة كم شهر؟ 9 صح؟ نفس فكرة الولادة،
تصبر ولا ما تصبر؟ تلاقيها يا عيني تتألم حتى رقادها مو يستوي، ما بس متقطع. بخبرش واحدة كانت عندي زميلة، كان عندنا دورة تدريبية ومخلعين في السكن، وكان أنا ما أعرف ليش يطيحن مع الحوامل زين، وهذه كانت ربيعتي حامل تقريبا في الشهر الثامن أظن، في الشهر الثامن، ويا عيني كانت طبعا تول وتطل وتزن زين. فمو تسوي يا عيني، الله يعينها. لا الحمد لله ما شاء الله أولادها الحين في الجامعة زين. فإحنا في الدورة أنا بس أسمع مو تسوي، تقوم جالسة جلوس وبعدين تقلب عشان إيش؟ عشان تنام، لأنه ما تقدر تنام على فيها، فتضطر أول شيء تجلس. شوفوا الحركة، شوفوا الحركة اللي تسويها، نايمة بشكل أفقي، بعدين مو تسوي، تقوم تجلس، وبعدين مرة حركة دوران، فتصير إيش؟ تتحمل هذه الحركة. طبعا أنا بس أسمع الحلم خلتيني نركض سيب رغما عنها، لكن في النهاية ماذا؟ هذا الصبر مو بعده، هذاك الألم كله. ها هي إيش تتفكر؟ هل تفكر في الآلام السابقة؟ لا، هي تفكر يمكن في ذيك اللحظة الآلام، لكن بعد ما تشوف قرة عينها خلاص الحين تركز على اللي بعده. وهكذا حياتنا، وهكذا العبادات، إنك تتعبد في كل مرة حتى تولد، فإنك تولد من جديد في الأول من عيد الأضحى. لكن بشرط تطبق الثلاثة أمور: الحركة الثلاثية في العبادات، يعني تكرار حتى لو في ألم، وأن تسعى يعني دائما يكون سيرك إلى الصلاة، إلى العبادات، تكثر من الدعاء في هذه الأيام لأنها الحركة العمودية، تكرر هذه الأعمال، فإنها مالها تحقق لك في النهاية ماذا؟ الميلاد. ولكن لازم تقاوم شيطانك في سعيك حتى يتم العمل، واعرفوا أن عملكم لا بد أن يبدأ بالله تعالى. في نقطة بس يعني أتمنى أنه كذا ما أعرف تقيد نقطة وبعدين تروح، تقيد نقطة وبعدين تروح تغيب، صلى الله تعالى التيسير. إذن هي ثلاثة أمور نعيدها كذا: التركيز الوجهة، وقلنا تركيز الوجهة لا يتم إلا بستة أمور، بعدين قلنا السعي والتمام لا يتم إلا بأنه أنا أتخلص من السوابق والطرائق واللواحق، بعدين قلنا اللي هو الميلاد والتجديد أو التخفيف، وبعدين في النهاية قلنا أنه لابد أن نقيم هذه الثلاث حركات. طيب سؤال: الحركة الطواف عكس عقارب الساعة صح؟ وللعلم أنت لا تدور، أنت تطوف، أنت تطوف، حركة الطواف إحنا ما ندور، إذا تدور معناته أنت تدور كذا، لكن نحن نطوف حول الكعبة. طيب ليش العكس؟ يلا عشان القلب، عشان القلب، القلب يكون في الجهة هذه، قصدكم يكون كذا فيمشي كذا مع القلب. طيب ممكن، لكن في شيء يصير، تنقص الأيام من العمر فيروح عكس عقارب الساعة. لا معناته نرجع الزمن للوراء، احنا نمشي عكس عقارب الساعة في الطواف صح؟ لماذا نمشي عكس عقارب الساعة في الطواف؟ لماذا نطوف عكس؟ ليش ما نطوف مع عقارب الساعة؟ مو اقول لها دو شفتوا شايفين الإجابة دو بقالتها؟ يوم يجي ولدي يسألني ما حموح نطوف في العكس، ليش زي ما نطوف كذا؟ كذا صار ربنا أمرنا، هوه ماشي شيء، هذا ماشي هدف. الولد استغرب، يعني بس يعني كذا بس؟ طاعة لله. زين ليش؟ يعني احنا ما قلنا انه كل عبادة لها قصد، ما قلنا؟ تعالوا نفكر فيها، ليش العكس؟ انتوا قلتوا كلام جميل انه القلب يكون، لكن طبعا انا اصلا عشان اطهر، ما بس أطهر وجه قلبي،
سؤال كان سؤال لا تكمل. في حاجة اسمها اللي هي الذنوب، هذه الذنوب مو يسموها، يسموها في العلم شوارد. إيش يعني شوارد؟ يعني تيوم تجي تنظفي، ما أعرف حد هنا علوم كيمياء في، أنا علوم أيوة، بس قصدي حد يساعدني شوية يذكرني بالمادة العلمية، أبا مساعدة بعيد الشر. صار وعدي حالة غير، يعني أنا غير حالة عالم ثاني من علومي، لأنه أكون في هذه الجوانب مستغربين الخلق. إنزين هي مثلا خلينا نقول ممر، هذا الممر فيه أشواك، فيه أشواك، وانت ماشي على طريقش مسك فيش الأشواك، مسكت فيش الأشواك، فالحل إيش؟ أيوة إيش؟ لأنه هي تكون مسكت بذي الطريقة صح؟ فلما ترجعي فهمتي كيف؟ طيب هوضحها أكثر بعد. إحنا عندنا البقع، البقع، البقع اللي في الملابس، ما احنا كنا نتكلم عن الغسالة، البقع في الملابس نسميها الشوارد. ايش يعني الشوارد؟ حتى الذنوب هي شوارد القلب. يقولش عشان تنزع نزعيها بالطريقة اللي هي العكسية. اعطيك مثال بسيط، الحلاوة يوم تسوينها ما يقولش ضعيها عكس عشان ايش تحصل عملية ويش؟ ولذلك لتنزع الذنوب انت اصلا ماشي في حياتك سيدة صح؟ طب كيف انزعها؟ تنزع ذنوبك فيحدث التجديد. وضحت الفكرة؟ ولذلك إذا كانت جهة القلب فإن أصل القلب هو المقصود في الأمر كله أساسا، هو المقصود في الأمر، ينزع ما في القلب، لكن ما ينزع وأنا ماشية مع، لأن أنا إذا ماشية معناته أنا ماشية مع الوقت، فالله تعالى يخليك إيش؟ عكس الوقت. لماذا؟ حتى تحصل عملية نزع، تحدث لك عملية نزع، هكذا تولد من جديد. ولذلك كيف أنا أعمل عملية النزع هذه؟ عن طريق عملية التكرار، ما نفسها في الغسالة، الغسالة تدور دورة واحدة، الغسالة تدور دورة واحدة، ما تلاحظوا أنه هي توقف، لاحظوا شوفوا الغسالة ترتاح، ترتاح وبعدها مرة ثانية صح ولا لا؟ شوفوا الغسالة هذه اليدوية تطبيق، تطبيق ها؟ أيوة أنا ما أحب الغسالة الأوتوماتيك، هاني ما الغسالة الأوتوماتيك بيضي ضاربن ولا كيف؟ اليوم عادية. لا لا، لأن الله تعالى شوفي كل حاجة في حياتك من تركيب مادي، الله تعالى ما يقولنا أنه في الكون نتفكر وقدامنا، وأيضا هو في أنفسكم تحدث الولادة. نعيد أخواتي قبل ما نختم، اللي هو إن هناك ثلاثة أمور أحبتي مقاصد نقصد بها العبادة هذه الأيام، أن نتوجه إلى الله تعالى رقم واحد، رقم اثنين أن نتم العمل والسعي، رقم ثلاثة أن نحقق الولادة من جديد والتجديد من جديد. ولا يتم ذلك أخواتي إلا إذا كنا من أهل الحضور، وكنا من أهل التدرج، وكنا من أهل الستر، وكنا من أهل النية الواحدة، وكنا أيضا من أهل إيش؟ نعرف حدود الله ونأخذ راحة، كذلك أن نتجنب شيطاننا سوابق طرائق لواحق، وأخيرا أخيرا إذا أردت أن تولد من جديد عليك بتكرار الحركة، أن تكرر حركتك الثلاثية. كل العبادات فيها الحركة الثلاثية، لما تقولي أي عبادة تأملي فيها بتلاقي كل عبادة. ترى عشان تيوم رايحة للوضوء تمام، عملية الحركة هذه اللي هي الصلاة هذه كلها حركة، مالها أصلا حركة دائرية، ثم الجلوس ثم الدعاء أيضا تعتبر حركة مالها عمودية، فكل الحركات الثلاث هذه تحقق لي الميلاد من جديد. المهم أن تكرري، أن تكرر العبادات، لأن الله تعالى يقول ومن يعظم ف...
فهذا هو التعظيم. التعظيم يكون من خلال التكرار. ما ينفع أعمل عبادة مرة واحدة، ما ممكن أعمل عبادة لمرة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم نسألك نصرا وفتحا مبينا، اللهم إنا نسألك نصرا وفتحا مبينا، اللهم إنا نسألك نصرا وفتحا مبينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين بني صهيون يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم لا تجعل لهم من باقية، اللهم لا تجعل لهم من باقية. اللهم بشرنا بنصرك في هذه الأيام الفاضلة. اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم بشرهم بالنصر في هذه الأيام الفاضلة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم لا تدع لنا همًا إلا فرجته، ولا ضيقًا إلا وسعته، ولا محتاجًا إلا أعطيته، ولا عازبًا إلا زوجته، ولا مدينًا إلا قضيت حاجته يا رب العالمين، ولا محتاجًا إلا أعطيته، ولا راغبًا في ذرية إلا أعطيته ما يقر به عينه يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا يؤمن بك ويقر بأسمائك يا رب العالمين إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار أجمعين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.